باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا ما تباركه من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة في إنجيل هذا الصباح المبارك والكنيسة بتحتفل بتذكار نقل جسد القديس يوحنا المعمدان، بتكلمنا على شخصية يوحنا المعمدان وعلى أسلوب يوحنا المعمدان اللي كان بيعمله وهو بيعلم تلاميذه ازاي يتكلموا مع رب المجد. فبيقول لنا كده في الانجيل: واما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له: اانت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ يوحنا المعمدان بيبعت تلاميذه يسالوا المسيح: انت الاتي ام ننتظر اخر؟ هو يوحنا المعمدان ما كانش عارف، ما كانش متأكد، ما كانش عارف ان هو ده الآتي فعلا ولا لا. لا طبعا كان عارف، ولكن كان اسلوبه ان هو عاوز يعلم تلاميذه ان هم اللي يكلموا مع المسيح له المجد بأنفسهم، وهم اللي يسمعوا منه ويسمعوا الإجابة ويؤمنوا بالمسيح له المجد من كلام المسيح ومن خلال اللقاء مع المسيح. الكنيسة اللي بتوصف يوحنا المعمدان ان هو اعظم مواليد النساء زي ما قال الكتاب، هذه العظمة تأتي ليست من فراغ ولكن من مثل هذه المواقف. الراجل الخادم الحقيقي اللي جه يخدم وينادي بين الشعب بالتوبة، ولكن في نفس الوقت هو بيتكلم على التوبة وهو بيعلم تلاميذه مش عايز الناس ترتبط بيه هو شخصيا، لكن عايز الناس ترتبط بمين؟ بالمسيح. مش عايز حتى تلاميذه وهم بيتعلموا منه يتعلموا منه أو يسمعوا عن المسيح منه ويبقى علاقتهم بالمسيح عن طريقه، لا، لكن يرسلهم مباشرة للمسيح ويسمعوا من المسيح ويأمنوا بالمسيح من كلام المسيح. هذه هي العظمة في أو واحدة من صفات أو من ملامح العظمة في يوحنا المعمدان، إنه كخادم لا يربط التلاميذ به شخصيا ولا يجعلهم يسمعوا ولا يأمنوا بالمسيح من خلاله، ولكن بالعكس يبعتهم للمسيح. هو كان عارف ومتأكد انه هو الآتي، ما كانش بيسأله سؤال لسه عايز يستفهم: انت هو الآتي ام ننتظر اخر غيرك؟ لكن هو كان عارف ومتأكد انه هو ده الآتي، وان هو ده حمل الله وشاور عليه يوم ما شافه وقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. هو عارف ومتأكد ان هو ده اللي لما امه اللي هي اليصابات سمعت صوت سلام ام المسيح اللي هي الست العذراء، ارتقد هذا الجنين في بطنها. يوحنا ده كان جنين لسه بطن امه، ارتقد وفرح وسجد للمولود اللي هو كان جنين لسه هو كمان في بطن العذراء. هو كان عارف وواثق، ولكن كان زي ما قلت واحدة من أهم ملامح عظمته إن هو بيربط التلاميذ وبيربط كل الناس بالمسيح نفسه مش بيه هو شخصيا. وإحنا النهاردة في أيام صوم الرسل، وإحنا النهاردة بنتعلم من الرسل ومكرسين الأيام دي حوالي شهر أو أزيد، شهر وأسبوع فترة الصوم، وعمالين نتكلم في كل يوم على الرسل وعلى ملامح خدمتهم وكرازتهم والأسباب اللي قدروا من خلالها ينشروا كلمة الله في العالم كله، رغم ان هم كانوا ناس بسطة وكانوا ناس ما عندهمش امكانيات. واحدة من اهم هذه الملامح ان التلاميذ هم كمان كانوا كخدام واعيين وشاطرين يعرفوا يربطوا الناس بالمسيح مش بيهم هم شخصيا،
مش بتصرفاتهم، مش بأعمالهم، مش بأقوالهم. ما يبهروش الناس حتى لو عملوا معجزة ولا حاجة، يتواروا ويختفوا. لو ربنا سمح وأظهر عجيبة من العجائب على أيديهم يتواروا ويختفوا، ويكونوا حريصين إن هم يصدروا للمشهد صورة المسيح، والمجد يرجع للمسيح والفخر يرجع للمسيح مش ليهم هم شخصيا. هكذا هو الإنسان الخادم والإنسان المسيحي بصفة عامة. الإنسان المسيحي يعرف يرجع المجد دايما للمسيح والفضل دايما للمسيح، يختفي هو خلف الصليب ويصدر للمشهد دايما وجه المسيح وصليب المسيح، ويرجع المجد والفخار للمسيح صاحب العمل كله وصاحب الكرازة كلها. لأن الإنسان المسيحي ماشي وشايل صليبه، شايل صليب المسيح، والمسيح هو اللي وعد وقال احملوا نيري لأنه هين وخفيف. اوعى تفتكر لما انت هتشيل صليب المسيح المسيح هيسيبك، انت اللي تشيله وانت اللي تتعب وانت اللي تنزح تحت الألم وتضعف من كتر الألم. هو قال لك صحيح شيل صليبي، ولكن هو بإيده هو اللي ساند الصليب واخد التقل كله، واخد الريسك كله والألم كله، ولكن بالظاهر انت اللي شايل الصليب. فعشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي الواعي هو اللي عارف انه حتى لو جاله في النهاية مجد بسبب حمل الصليب ده، المجد يرجعه والفضل يرجعه للإنسان الحقيقي أو للشخص الحقيقي اللي شايل الصليب واللي شايل الألم واللي متحمل واللي اتحمل من زمان، هو المسيح، ولا مجد يعود لي أبدا. صحيح احنا مطلوب مننا نكون شهداء وشهود، شهود لكلمة الله والعمله، نشهد لله بمسيحيتنا بأعمالنا زي ما كلمنا يوم أحد البندكوستي أو أحد العنصرة الحد اللي فات، حد عيد حلول الروح القدس، ان احنا نشهد للروح، الروح اللي مالينا واللي حالل فينا باعمال صالحة ومجيدة، نشهد للمسيح باعمالنا. ولكن نحط في ذهننا واحنا بنشهد للمسيح المجد هيرجع للمسيح مش يرجع لينا، لان القوة احنا واخدينها للمسيح مش لينا. احنا صحيح شهود، ولكن احنا شهود ظاهر من بره عمل الله فينا، ولكن قوة العمل وعظمة العمل احنا عارفين واخدينه منين والاصل منين. ونرجع نفكر انفسنا ونفكر اللي حوالينا بالمسيح، لنختفي نحن ويظهر المسيح. اخشى ان الواحد فيجي في زمن ويضعف ايمانه او يضعف تفكيره ويسأل السؤال بالطريقة الظاهرة زي ما بعض الناس فهمته، ويجي يسأل ويقول أأنت يا رب هو اللي بتشتغل فينا أم ننتظر آخر، أو أنت يا رب اللي فعلا عامل وشايل كل الشيلة دي أم ننتظر آخر. حتى لو جاءنا هذا الشعور بالضعف، حتى لو جاءنا هذا الشعور وهذا السؤال اللي ممكن يكون ليس له محل من الاعراب، اللي مش مفروض نسأله ونبقى لسه مترددين، نرجع نفتكر ان مصدر قوتنا بناخدها من المسيح. اذا كنا بنقول اذا كان في مجد ولا فخار ولا اي حاجة هتعود علينا بسبب تبعيتنا للمسيح، نبقى حريصين ونرد المجد اول باول للمسيح، فكان بالاولى اذا ضعفنا او اذا الرؤية حجبت عن عيوننا في يوم من الايام، او مبقناش شايفين صح ومش مقدرين صح المسألة، نرجع بسرعة ونفكر انفسنا. القوة ليست فينا، الضعف اللي فينا ده حتى لو دب، نرجع ناخد مصدر قوتنا، نرجع لمصدر قوتنا وناخد منه القوة، ونرجع نكمل طريق شهادتنا وطريق رسالتنا كمسيحيين، نشهد للمسيح في كل مكان، ونرجع نعيد المجد والقوة والفخار لصاحب المجد والقوة والفخار، وهو المسيح. الرسل جم وخدموا وتعبوا،
وعملوا أسسوا، وإحنا مطلوب مننا إحنا نكمل. محدش يشعر إن الرسل إحنا بنحتفل بيهم بتذكارهم ويومينهم الحلوين والصوم الجميل اللي أنا واثق إن كلنا يعني ملتزمين بيه وصايمين وفرحانين بيه وفرحانين بالكلام عنهم، بس هم يعني هم عملوا خلاص اللي عملوه واحنا بقى مالناش دعوة. لا، احنا علينا ان احنا نكمل الرسالة بتاعتهم. وما احوجنا في هذا الزمن، ما احوج العالم في هذا الزمن لشهود جداد والرسل جداد يكملوا مسيرة الرسل القديسين ويشهدوا للمسيح في هذا الزمن، هذا الزمن الرديء، هذا الزمن اللي حجبت الرؤية فيه عن الكثيرين وخفت الضوء وبقت الناس مش شايفة الصح من الغلط في حاجات كتير، واختلط الحابل بالنابل والأمور بقت رمادية وبهتة وغير واضحة في حاجات كتير. ما أحوجنا إحنا المسيحيين نرجع، حتى لو كان الضعف دب فينا، حتى لو كانت الرؤية عندنا احنا كمان مش واضحة ومش باينة قوي، نرجع يومين الرسل دول ونقول له يا رب فكرنا واملأنا من روح قدسك، فكرنا برسالتنا، فكرنا بدورنا كمسيحيين. احنا مش موجودين هنا في هذا العالم ناكل ونشرب لان غدا نموت زي ما كانوا بيقولوا الناس زمان، ادينا عايشين، ادينا بنشتغل، ادينا بنعمل قرشين، ادينا مش عارف ايه. لا، لو كانت حياتنا كده تبقى يعني وبئس الحياة، ولكن حياتنا هنا احنا موجودين عشان عندنا رسالة. هناكل ونشرب، هنتجوز ونخلف، هنعمل بيوت، هنربي عيالنا، بس عندنا رسالة في كل حاجة بنعملها باللي ذكرتها دي. عندنا رسالة، انا بربي ابني علشان بعده هو كمان يكون شاهد للمسيح وحامل للشعلة هو كمان، ويكمل شاهد وشهيد للمسيح. بربي ابني علشان انا حاطط في ذهني انه هو وانا احنا بنكمل مسيرة الرسل ونشهد للمسيح ولنوره ونرجع الفضل والقوة للمسيح. مهما ضعفنا، مهما الرؤية راحت مننا، مهما الدنيا خدتنا والافكار خبطت فينا والاحوال خبطت فينا شمال ويمين، نرجع نفكر نفسنا بان ده دورنا الحقيقي وده رسالتنا الحقيقية هنا في هذا العالم. ليس لنأكل ونشرب وغدا نموت، ولكن عشان نفضل عايشين شهود للمسيح بتصرفاتنا وبحياتنا وبكل كبيرة وصغيرة تمتد إليها أيدينا. في أعمالنا احنا شهود للمسيح، في تربيتنا لأولادنا احنا شهود للمسيح، في تصرفاتنا مع القريبين والبعيدين، مع المسيحيين وغير المسيحيين، مع كل حاجة احنا شهود للمسيح، شايلين الأمانة وشايلين الرسالة. نكمل الرسالة واحنا حاطين نصب على عيوننا، حتى لو جانا في النهاية مجد او فخار فهذا يعود للمسيح، لا من اجل ضعف فينا احنا يعني مش عارفين احنا بنعمل كده ليه. لا، احنا الرؤية عندنا واضحة وفاهمين، حتى لو دب الضعف نرجع نفكر انفسنا ونعيد لمصدر نعود لمصدر قوتنا ونعود نفكر نفسنا برسالتنا. نحن هنا شهود للمسيح، هنا في هذا العالم شهود للمسيح، ورسالتنا عمرها ما هتروح من قدام عينينا. يعطينا الله ان نكون شهود له في كل كبيرة وصغيرة بنعملها في حياتنا. يجعلنا الله دايما نكون سبب رؤية واضحة واستنارة لأنفسنا وللآخرين من حولنا، ليجعلنا الله أن نكون حتى لو جانا المجد نعيد المجد ونعيد الفخار للمسيح صاحب الفضل في الأمر من الأول للآخر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.